عنده سبب ياسر في هذا الموضوع الدكتور جابر. كان القضية كان فيها شقين، شق ان احنا الاول نتكلم على قضية التعليم بصفة عامة، التعليم ما قبل الجميع والتعليم الجميع، واحنا عارفين ان الاثنين دول ليهم علاقة ببعض. والحقيقة زي ما الاستاذ ياسر بيقول احنا يعني في تنسيق كامل ان احنا نظهر مع بعض والطرح بتاع الحلول تبقى مع بعضينا في الحاجة اللي فيها علاقة بالتعليم ما قبل الجميع والتعليم الجميع. وطبعا احنا اتفقنا وقلنا في مناقشات سابقة ان احنا لن نستطيع ان احنا نتكلم في كل مشاكل التعليم، ولكن لو خرجنا بمشكلة واحدة وقدرنا ان احنا نعمل فيها حوار مجتمعي وبرينستورمينج على مستوى الخبراء زي حضراتكم انتوا قاعدين ووصلنا فيها الى بعض المقترحات، نستطيع ان المقترحات دي تبتدي تاخذ شكل التطبيع او شكل التطبيق في على مستوى الرأي العام، وده اهم. وعشان كده دور الاخبار في هذا الموضوع لتهيئه الراي العام. احنا قدامنا شقين في هذا الموضوع، اما نشتغل بنظام المسكنات اللي احنا طول عمرنا في عاداتنا الخاصه بنقول ان احنا غير راضيين على مستوى التعليم، غير راضيين على مستوى الخريجين، يا اما نبتدي ناخد قرارات جذريه ايا كان الالام اللي هيجي منها وايا كان المقاومه اللي هتيجي منها، فهي قرارات لابد ان تكون نعملها. الحقيقه يعني انا شخصيا ما عنديش اللي يخليني احط مسكنات، لان المسكنات اتحطت كتير عليا، وانا بحكم شغلي الدقيق ان انا عندي حته جراحه، فبحس ان المشرط ساعات بيفيد حاجات كتير، هو مؤلم ولكن هو الحل مفيد. فمن طبيعتي البيئيه اللي انا يعني دارسها ان في بعض الحاجات كده لما نيجي نتكلم فيها دخول الطلاب الى الثانوي الجامعات، هل احنا كلنا راضيين عن تقييم الطالب لدخوله الى الجامعات المصريه؟ الاجابه لا. طيب هل هناك في حلول لتقييم الطلاب عند دخوله الجامعات المصريه في التخصصات المختلفه تتيح ان الطالب يكون بيخش في الحاجه اللي هو يقدر يدي فيها؟ طبعا في، لان مش اختراع برضه، العالم كله عمل كده. نظام الثانويه العامه والتقييم ما قبل الجامعي، هل هو ده النظام الامثل؟ لا، ما هوش النظام الامثل. هل ان احنا بنقيم الطالب على يوم الصبحيه في مده ساعتين في امتحان بيتسرب او بيتغش او بيحصل فيه اي من المشاكل دي، هل هو ده التقييم لنشاط الانسان على مدار دراسته لحد ما وصل للمرحله؟ لا. فاحنا كلنا بنقول الكلام ده، لكن كلنا ما حدش فينا اخذ القرار في الحل، خوفا من اولياء الامور، خوفا من الراي العام، خوفا من الدروس الخصوصيه، خوفا من المستفيدين، يعني الاسباب تعددت. الحقيقه احنا طالبين مساعده علشان ناخد قرارات فيها نوع من انواع الانصاف لمنظومه التعليم في مصر، يبقى لازم الاول يكون في تنسيق مع وزير التربيه والتعليم ووزير التعليم العالي. الحقيقه احنا بنعمل كده. وبعدين الاهم من ده ان يكون عندنا كلنا الويل على مستوى رؤساء الجامعات والمجلس اعلى الجامعات ومنظومه التعليم كلها، ان هذا هو الخلاص الوحيد لتطوير التعليم في مصر. ده موجود. يتبقى هنعمل ايه؟ والمسانده المجتمعيه لهذا الموضوع ازاي؟ وخطه العمل في المرحله الجايه هنطبق الكلام ده امتى؟ بشكل مظبوط. هو ده انا في تصوري، ان لو خرجنا من هذا المؤتمر بتوصيات في النطاق ده في اليوم ده بس، احنا عملنا انجاز كبير جدا. وانا قلت قبل كده ان اذا اتفقنا كلنا على الحلول المقترحه بعد ما نعمل برين ستورمينج ونتكلم في الاراء المختلفه اللي يمكن ان يكون فيها، زي الدكتور جابر ما اقترح ان ممكن بقى نشرك كمسابقه ان يجي لنا المقترح من الستيك هولدرز اللي هم الشباب، ممكن الشاب نفسه يكون هو ده المبدع اللي يدينا الحل اللي الدول نفسها عاملاه بس احنا عايزين نطبقه على مصر. وكان المقترح الدكتور جابر قاله ان احنا هنعمل جائزه ماليه عشان نشرك فيها مجتمع الشباب في حلول مختلفه يمكن ان تكون جزء من الحلول اللي احنا بنقترحها.